توقعاتك ايه لماتش الجزائر والمغرب؟ لو لعب المنتخب الجزائري مثل ما لعب الشوط الأول ضد مصر هيفوز، لكن لو لعب مثل الشوط الثاني هيكون صعب. أرجو أن يلعب مثل ما لعب الشوط الأول ضد مصر، ولو لعب مثل الشوط الأول أظن أنه حيفوز. كانت مباراة صعبة ضد مصر، احنا نعرف العدائية الرياضية اللي موجودة بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، دائما تكون مباراة فيها حماس وفيها ضغط، لكن غدا إن شاء الله هي تعبئة رصيد، مباراة تعبئة رصيد بين المنتخب الجزائري واللاعبة والجمهورهم. لو يفوزوا غدا ضد المغرب أظن أن الشعب الجزائري حيكون مبسوط. وباحساس اللاعب كده حاسس ان مين هيكون طرفي النهائي في بطوله كاس العرب؟ صعب، صعب جدا، صعب جدا. لما تكون في النصف النهائي ممكن انك تتكهن، ولكن في الربع النهائي شفنا قطر ضد الامارات، لعبوا منذ قليل فوز المنتخب القطري 5-0. هي في كاس العرب صعب عليك انك تتكهن، صعب جدا، لانه المنتخبات شمال افريقيا هي كلها منتخبات قريبه من بعضها في المستوى. لما نشوف المنتخب الجزائري كان قريب من مستوى من المنتخب المصري، المنتخب المصري نشوف، المنتخب التونسي والمغربي ايضا، ولكن انا نشوف منتخب مصري حيفوز ويكون في النصف النهائي. المنتخب الجزائري امل انه يفوز، لان منتخب الجزائر والمغرب حتكون مشحونه رياضيا وليس حاجه اخرى، حتكون مشحونه رياضيا. لو يكون في المنتخب الجزائري غدا في النصف النهائي اظن انه حيتلاقوا في النهائي منتخب الجزائر والمغرب. امل ان يكون ان شاء الله في المنتخب الجزائري. انا والله